صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه مع هذا العدد الاول من اخبار الرياضه. واليوم بتبيع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم يفتتح مشوار تصفيات كان المغرب مع المدرب فوزي البنزرتي. لكن قبل الحديث عن هذا بالتاكيد الاخبار الساره اللي جتنا من باريس البارح، ما زالت الاضواء مسلطه عليها روعه ليلي، الاضواء كلها في العالم مسلطه على هذه النجمه اللي منذ 2008 دائما تكون موجوده على منصه التتويج. والبارح أضافت ميدالية ذهبية ثانية المرة هذه في رمي القرص بعد ما كانت الميدالية الذهبية الأولى في دفع الجلة. نجاح كبير لروعة تليلي محليها، شفتوا حتى الفرحة متاحها العفوية اللي نشوفوها دائما مع التتويج والحصول على الميدالية الذهبية. وعازف النشيد التونسي البارح ميدالية ثانية في ألعاب باريس بعد ما كانت أيضا زوز ميدالية ذهبية في طوكيو 2020، قبلها في ريو 2016 زوز ميدالية ذهبية، وكانت البداية من بكين 2008 بذهبية وفضية، لندن في 2012 ميدالية ذهبية وفضية. فبالتأكيد اسم روعة تليلي ليه كل الاحترام واسم وسجل باش يقعد عالق في الأذهان وفي الذكرى الرياضية التونسية. البارح كانت ميدالية برونزية لأمين الله التيساوي أيضا في 400 متر في انتظار إن شاء الله ظهور بمعدن يكون أفضل في 1500. البارح ما كمشيتش مليح بالنسبة لمحمد فرحات شيدة ومروى البراهمي، إن شاء الله الأمور تكون أفضل يوم مع دخول رؤية الجبابلي في نهائي 400 متر اليوم 9:30 متاع الصباح. رؤية يدخل السباق هذايا، ياسين الغربي في التصفيات متاع 800 متر لحد وربع، واليوم العشية محمد نضال الخليفي في نهائي 800 متر. بطبيعة يختلفوا، يعني قلت ياسين الغربي في 800 متر في صنف آخر هو T54 بينما نضال الخليفي في T53. كل النجاح لرياضينا. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في ظهوره الأول في تصفيات مباريات تصفيات كان المغرب ليلة في رادس 8 متاع الليل ضد منتخب مدغشقر. باش نسمعوا واش قال المدرب فوزي البنزرتي في الندوة الصحفية اللي كان عقدها البارح. بالنسبة للتحضيرات تعرف الوقت كان ضيق برشا، ما كناش عندنا برشا وقت تراتيك، ما معناتها البارح حصلنا على المجموعة كاملة معناتها سونس اكسبسيون البارح برك، معناتها تراتيك ما ديري معناتها لا سيونس كومبليت البارح برك، معناتها عملناها في رادس كبير قلنا اون جير معناتها كل واحد وقت جاي معناتها لعبيها مع كل تراتيك ما جاي ومعناتها وبارك الله فيهم في ظروف صعبة لأنهم فما اللي كمل البرمي فما اللي ما عملت بلاسمون فما اللي ضيع الطيارة عدت أشياء معناتها عقدتهم باش يكونوا متواجدين في الوقت المناسب معناتها سيكفي معناتها أنكون مكو معناتها الذهنية متاع اللاعبية التفكير متاعهم متاع الواحد معناتها بور أونتامي سي ماتش دون دي بون كونديسيون. حسيت فما روح فما معناتها تجاوب كبير من طرف اللاعبية خاصة لوسكو باش نعملوا الخطة متاع التكتيكية باش نخدموها ضد مدغشقر. مؤكد لقيت بعض الديفيكولتي لكن معناتها بالحوارات متواصلة تقريبا معناتها انديفيديوالمون كولكتيفمون معناتها افيك دي بتي جروب اون ايساي معناتها دو راترابي ان بو لو ريتار معناتها كونسيرنون الطريقة اللي باش نلعبوا بها. والانتصار ان شاء الله منتظر في المقابلة هذه، في انتظار المقابلة الثانية في المغرب باش تكون ضد منتخب غامبيا يوم 8. في نفس المجموعة متاعنا البارح جزر القمر لعبت ضد غامبيا كان تعادل 1-1. البارح التعثر ليبيا في ملعبها من رواندا بتعادل هدف لهدف. منتظر اليوم بقية المباريات بخلاف مقابلة تونس ومدغشقر 8 متاع الليل. الجزائر تلعب ضد غينيا الاستوائية، غانا ضد أنغولا، الكونغو ضد جنوب السودان. المنتخب المصري سجل دخوله غدوة في مقابلة الكاب فير، ونهار ثلاثة يلعب ضد بوتسوانا، مع تذكير أنه اللاعب إمام عاشور خارج حسابة المنتخب المصري بسبب الإصابة. أبقى دائما في الأجواء الإفريقية ودورة اتحاد شمال إفريقيا للسيدات أقل من 17 سنة بعد فوز على المغرب 2-0، اليوم نلعب ضد المنتخب المصري. حلوة ياسر الطريقة البارح اللي كان أعلن بها فريق الترجي على غلق باب الاشتراكات، شارك فيها أولاد نادي للإعلان على الانتهاء من الحملة برقم ممتاز ورقم غير مسبوق 24500 مشترك. بالتأكيد فما برشا أحباء هما أيضا كانوا في الصف وكانوا في الانتظار أنه باش ياخذوا الاشتراكات نتاعهم، لكن فما سقف معين بالنسبة للحصول على الاشتراكات. بالترجي أيضا البارح حتم الكشف عن شعار مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادي في الفترة بين 15 جوان و 13 جويليا.
ملعب رادس ضغط كبير ياسر عليه المنتخب الأندية، وفما أندية تلعب زيدا مقابلة الذهاب والإياب، تستقبل حتى المنافسين متاحة على الملعب. مسيرة زيدا تلعب في ملعب رادس، منتظر أنه مقابلة النادي الإفريقي وشبيبة العمران باش تتأجل لموعد آخر، موعد بعد المقابلات ممكن يكون 22 سبتمبر. في الكرة الطائرة وفي الحمامات تحديدا تتواصل الصيف متاع الفولي بالبطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات، دورة الرجال 29 والسيدات 19، وبمشاركة دولية هامة 9 للرجال و7 للسيدات، مع منتظر وأنه كل بلاد ممكن تشارك زوز منتخبات. في كرة اليد الافريقي يصل الى اتفاق مع المدرب منير حسن باش يدرب الفريق في الفترة القادمة، كانت عنده تجارب خليجية وايضا تجارب في البطولة التونسية. تم حصر قائمة البالوندور في 30 اسم من سنوات تقريبا 19-20 سنة، زوز اسامي الكبار كريستيانو رونالدو وايضا ليونيل ميسي ما همش موجودين في القائمة، وصراع السنوات الاخيرة الكل نعرفوه. القائمة ايضا يغيب عليها اسم محمد صلاح، والاسماء الجديدة جود بيلينغهام، داني كارفاخال، روبن دياز، فيل فودين، هالاند، هوملز المنتقل مؤخرا لروما. فما ايضا بالنسبة لجائزة الحارس ياشين بالتأكيد إيميليانو مارتينيز موجود، لكن فما أيضا رونوين ويليامز هذا الحارس متاع سان داونز بخلاف السويسري يان سومر. بيعطيكم بعض الأسماء في القائمة الكل. دوري الأمم الأوروبية ينطلق مع حامل اللقب المنتخب الإسباني اللي يلعب اليوم ضد صربيا، وديلا فوينتي منشغل بالكلام اللي كان قالوا فينيسيوس جونيور اللي قالوا أنه موجة العنصرية الكبيرة الموجودة في إسبانيا لا تشفع لها بتنظيم مونديال سنة 2030. فينيسيوس يظهر لي يلزم يحط شكون يوجه أكثر في الفترة هذية باش ما يلمش أكثر ما يمكن من الأعضاء، رغم أنه الظاهرة موجودة مش في إسبانيا فقط، في العالم ككل. كما قلت ديلا فوينتي كان رد عليه وقال أنه إسبانيا هي مثل للتعايش والاحترام والاندماج. البرتغال تلعب ضد كرواتيا وكريستيانو موجود في قائمة المنتخب البرتغالي، دنمارك ضد سويسرا، ومن أهم المباريات المنتظرة غدوة القمة فرنسا ضد إيطاليا. في آسيا الحدث اليوم انطلاق تصفيات مونديال 2026 ومنتخبات عربية، الحقيقة نصور أنه بالقرعة الموجودة عندها حظوظ وأنه باش تكون موجودة في المونديال، خاصة في مجموعة كوريا الجنوبية، الأردن، الكويت، العراق وعمان، ونصور أنه الأردن ممكن تكون هي أفضل المنتخبات بما أنه شفناها لعبت حتى في السنوات الأخرانية براج، تقعد المنافسة مع بعيد بقية الدول، لكن كوريا الجنوبية نتصورها أيضا باش تكون البطاقة الأولى من نصيبها. المجموعة الأصعب هي مجموعة السعودية، في مجموعة فيها الصين، فيها اليابان، وفيها كالعادة أستراليا. اليوم السعودية تلعب ضد أندونيسيا، وفي تصفية لامسود الأرجنتين تلعب ضد الشيلي الليلة، وخلينا نقولوا ماضي ساعة يعني في الواحدة فجرا. نهكا وصلت معكم لختام موعد أخبار الرياضة، نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالب.